إيه؟ بشرى محفوظ من سوريا. بشرى انت جايه تشاركي في مهرجان اسكندريه للاغنيه الدولي، اول مره تشاركي في مهرجانات؟ لا بمصر اسكندريه بس بباقي الدول وبسوريا كان لي مشاركات عديده. زي ايه مثلا؟ من جنب الدول سوريا. كل فنان لما بيبدا يخوض تجربه المسابقات اكيد بيحضر اغنيه، انت محضره اغنيه؟ محضره كتير. فناطره لسه شو بتقرر شو بدهم غني، انا جاهزه اكيد. انت كنت بتتمني اي اغنيه تغنيها؟ انا دائما بدور على الشغلات الصعبه، معلش اسمح لي بحكي بالسوري ان شاء الله تفهموا علي. انا سوريه بس بسمع كتير مصري، بسمع محمد عبد الوهاب، بلاد السنباطي، سيد درويش، محفوظ القاب جميعا. ان شاء الله بهي المسابقه رح اغني محمد بلاد السنباطي ومحمد عبد الوهاب، اغنيتين صعبين قصيدتين. دخولك لاي مسابقه ومشاركتك باي مسابقه اكيد لها هدف، عندك هدف في حياتك، هدفك ايه في الحياه؟ اول شيء مثل بلدي سوريا بام الدنيا، ان شاء الله رح نتوفى. نحن ببلدنا الحمد لله صح بعدنا مغنيات بسيطين بس معروفين، وبتمنى انه بهذا المهرجان نعرف ضمن مصر الشقيقه والحبيبه، وبتمنى انه يوصل صوتي ويحبوني العالم، بتمنى يعني كان انا حلمي من صغيره يكون بمصر، فبهيك مهرجان شكرا يا رب. وشو ممكن تسمعيني حته كده من صوتك؟ قد ما حبك زار